هشام خينق رئيس جمعية القراوين المجتمعية. كنا قبل قدمنا في مشروع بسكالتي ممول من الاتحاد الأوروبي تحت إشراف منظمة أوتخوما. دونك فزنا بالمشروع هذا، كان التركيز نتاعه في منطقة الوسطية بالقيروان. وقع اختيار هذه المنطقة لعدة أسباب دونك اجتماعية نوعا ما. قمنا بإعداد ورشة صيانة، قمنا بإعداد عدة أيام مع هذا التكوين وتعريف بأهمية الدراجة الهوائية. قمنا بصيانة أكثر من 40 دراجة هوائية في المنطقة هذه. ثم قمنا اليوم بيوم تظاهرة تحت شعار من المدرسة إلى المدرسة بالدراجة. دونك الحق لقينا حضور هام، ما كناش نتوقع مع الحضور هذا، وكما تشوفوا مع برشا صغار تفاعلوا، شفنا الفرحة مع تفاعلين صغار. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.